أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لا تزال جباليا تفاجئ الجيش الإسرائيلي بعد قرار رئيس الأركان أليفي بإرسال كفير أيضا لتعزيز عملية فرقتين في هذه المنطقة. الأمر يتعلق بال 252 وزائد لواء جيباتي وإلى جانب ال 162، إذن هناك كفير وجيباتي وال 401. هذا الثالوث الآن هو الذي يسهر باسم رئاسة الأركان مباشرة على إدارة هذه العملية. جباليا الآن هي التي تقود ما قد يسمى ببطولة استثنائية بجميع المقاييس، خصوصا بعد أن أكدت على وجه التحديد كتائب القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا، وذلك في قوة راجلة قرب مدرسة الفاخورة غرب جباليا، ومقتل ضابط وثلاثة جنود. لكن الآن أفرج الجيش الإسرائيلي عن جنديين فقط دون ذكر ضابط شكيد، ضابط هذه الكتيبة التابعة لجيباتي. إذن التطور الأساسي الأول حجب الجيش الإسرائيلي جميع الخسائر في جباليا، هذا تطور أساسي أول. والملاحظة الثانية أن هناك أيضا سقوط لقائد لكتيبة شكيد التابعة للواء جباتي، وهذا هو الذي دفع الجيش إلى تقسيط خسائره في النشر. المسألة الثالثة أن هناك أكثر من جريح بجروح خطرة، وأضيف إلى ذلك أن ذكر واحد فقط بالنسبة لحالة تتجاوز 9 أشخاص، هذا يعني أن على الأقل احتسب كل ذلك ضمن الجروح المتوسطة التي لا تكون فيها بيانات حسب آخر البروتوكولات، بروتوكولات النشر لدى الجيش الإسرائيلي. مهم الآن في هذا التطور أننا أمام عجز حقيقي لفرقتين، وبإضافة لواء جباتي وإضافة لواء آخر كفير يعني الكثير بالنسبة للتعاطي العقدي مع هذه الحرب التي يمارسها كفير، وهذا أمر معلوم لأن اللواء التسعمية يتعاطى بشكل قياسي مع انتهاكات غير قابلة للتصديق. إذن من جهة أولى فإن دفع كفير يعني أننا دخلنا في مرحلة غير مسبوقة في أداء موجه نحو تجاوز ما كان من جيباتي وما كان من غيره. إذن الأمر هنا دقيق للغاية بخصوص دفع كفير، وأيضا توقع خسائر لأننا نتحدث عن جريحين على الأقل في أقل من 10 ساعات من دخوله إلى حقل العمليات. المسألة الثالثة أن هناك مسألة عقدية اليوم تدار بالحاخامية في جباليا، وهذا يعني أن كل ما يعتقده الآن المستوطنون ودفع به شرطة بن كفير، شرطة أيضا القوات الخاصة لبن كفير، جرح منهم واحد جروحا خطرة في هذه العملية في جباليا، وهذا المنزل المفخخ كان أيضا ضمن المصابين وبإصابات خطرة مسؤول مباشر عن القوات الخاصة للشرطة التابعة لبن كفير. إذن الأمر هنا أن ثنائية شرطة بن كفير ولواء كفير الذي أضيف بقرار من رئيس الأركان، هذا يكشف إلى أي مدى نحن اليوم يتحول الوضع إلى حالة من حرب تطهير، وأيضا لها أبعادها لسبب بسيط جدا، لأن الأمر عند كفير وعند شرطة بن كفير الاثنان معا اليوم المشاركان والمضافان لهذه الحرب
يعملان بشكل واضح على مسألة الاستيطان وضروري من التهجير إلى آخره. إذن هذه هي المسألة الرمزية الأساسية بالنسبة للأداء المواجه نحو الاستيطان من جهة في شمال غزة، وأيضا بالنسبة لمحاولة دعم بن كفير لنتنياهو انطلاقا من تراجع صاحب خطة الجنرالات، ولم يعد لخطة الجنرالات ما يجعلها ضمن حركة الجيش في شمال غزة. لنرى بن كفير وأيضا لواء كفير والذي أضيف إلى 162 كفرقة إلى جانب 252، كل هذا له آثار مباشرة على وضعية الخارطة بشكل كامل. إذن المستوطنون المسلحون ومن لديهم هذه العقيدة اليوم يحاولون إنقاذ خطة الجنرالات وجعلها واقعا يفرض على الجيش بعد أن بدأها الجيش لكن تراجع عنها وتراجع عنها صاحبها. لنجد اليوم أن بن كفير ونتنياهو وأمام تواطؤ مباشر لرئيس الأركان دفعت هذه الألوية إلى العمل مباشرة على الأرض. والأهم أن ما يجري الآن من تغطية على قائد الشكيد الذي سقط اليوم بالإضافة إلى 4 جرحى آخرين، وأيضا بالنسبة لكفير جريحان على الأقل، تأكد من مصادر مستقلة أن كفير الآن لديه أيضا خسائر بمجرد دخوله الميدان. في 10 ساعات الأولى كان هناك على الأقل جريحان، وهذا يكشف إلى أبعد مدى أننا نتحدث عن ملحمة حقيقية في جباليا، لأن ما ستسقطه جباليا ستسقط ما تعتقده الشرطة اليوم عبر القوات الخاصة عبر بن كفير، وأيضا عبر نتنياهو الذي يثق في كفير ويثق أيضا في يودا، هذه الكتيبة التي نقلت من بيت حنون وباتجاه أيضا جباليا. كل هذا يتبع إلى كفير الذي دخل المعركة وأيضا تلقى خسائر إلى الآن لا يريد الجيش الإسرائيلي كشفها. معلومة دقيقة بخصوص سقوط على الأقل أمريكي توصلت به المصالح القنصلية يحمل الجنسية الأمريكية اليوم، وهذا يعني أوتوماتيكيا أننا نتحدث عن تغطية للخسائر. ونرى أيضا بوضوح أن ما يتعلق بتقييم الأمريكيين في جباليا سلبي إلى أبعد حد، وهذا الذي دفع بلينكن نفسه وقبل ساعات من الآن أن تحدث عن رفض خطة الجنرالات وأن الجيش الإسرائيلي لا يقبلها، وأن بن كفير مجرد مشاركته في هذه العملية العسكرية أمر مرفوض. ولذلك جاء التنبيه على ضوء هذه النقطة التي نكشفها اليوم. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.